باختصار تعشيرة. ستين ستين كمل يا لفة لفة ستين. يعني لما مريت على الشارع اليوم ما تشوف هالطبيعة صراحة. الربا صباح الخير، يوم الخامس. الله من فضلك نسوي قهوتنا بعدها نمشي. توكل على الله. يا الله بعد احط السيكل ورا لانه ما عندي قفل، ما شريت قفل صراحة. سألت الأمس اللي دخلني قلت له وش هو هالباب، قال لي ذي برك اذا تبي تصيد سمك ولا شيء. قلت ايش فيك، ايش دعوة يعني، شكلها ما بحق صيد، كلش ما بحق صيد. بس الظاهر يعني مو الظاهر للأكيد ان الامريكان صراحة يأكلون اي شيء. نقعة يعني من تجمع امطار تقريبا، وبرضه نفس الكلام مجاري حقين شنو هو الارفي، هذول السيارات الكبيرة في لهم مجرى مجاري، فكله يروح هنا. يعني ذي كلها وصاخ تجي تصيد منها، ليش؟ يقول لي انه يصيدون، فما انا للحين ما شفت احد يصيد. استخدمون هالكوز فترة وبلاستيك يعني، وانا اشرب فيه، لصبيت القهوة فيه وانا اشرب اشم ريحة البلاستيك طالعة. وانا امس في المحطة اخذت لي كاسات كرتون، قلت لنا اشوف لي كاس حديد او شاي يعبر، لان القزاز بينكسر بيني وبينك، لأفضل قزاز. اشرب القهوة اول قبل بشيل الخيمة شوي طلع الاقراب حبة الراح مورك يعني. وبدأ المطر يطيح، بس يروح ويجي، جالس يروح ويجي شوي. شلت الخيمة وشلت الأغراض كلها ونظفت المحل، جيت المحل نظيف أتركه نظيف. بروح الحين بس بغسل، بعدها بنطلق، بس علشان أبي أروح تحت ظل أو عند موقف أقدر أوقف السيكل عدل علشان أقدر أحط الطربال على السيكل علشان لا يجي ماي من المطر. انا خايف كثير على شو اسمه ذا السليبنج باج اللي تلحف فيه، زي الكمبل، خايف انه يتملى ماي. اذا تملى ماي النومه صعبه صراحه، حيل صعبه. فالله المستعان، ويلا توكلنا على الله. وقفت ماك اشتري لي فطور، فاخذ لي شيء على السريع وابي اعبي ماي بعدها بتوكل. What's one thing you regret not doing in your life? Not trying new things, being too. Not trying new things? What do you mean by that? Like jumping on a bike. Oh my, really? You're living on the wild side. I appreciate it. But what about what? People are crazy out there. I mean, honestly, they're not. I mean, we think they are crazy, but like, we're a human being. You're on the bike, man. There's some crazy people. Thank you so much. I'm just gonna snap you for my friends. Thank you so much for stopping by. I appreciate you. Thank you. Just يسألني يقول لي وين رايح. وين جاي؟ سعودي عربيا. طبعا مشيت من ساعة تقريبا. أول شيء عذروني على الكشة لأني حاط الكاميرا على الخوذة. فمسخت الخوذة. هلا تشوفون الشكل. مشيت من ساعة تقريبا، وحين الجو الساعة 11:35 الصباح، اليوم الخامس وانا امشي. يا مرحبا بالرحالة، هذا الهارلي ابعدي، امريكا كلها هارلي. يقولك ما في خدمات، وانا جاي يقول ما في خدمات. احنا على الطريق تقريبا 100 كيلو بدون خدمات، فوقفت هنا علشان احط لي ماي واغسل واضبط اموري وارجع الطاقه، بعدين ادزه. يا شيخ الماي البارد. اشوف الذاكره يقول لك البطاريه بتخلص، هسه بغيرها الحين قبل ما امسك الخط.
جبت السيكل تحت المظلة لأن جالس يطيح مطر شوي ويوقف يطيح مطر شوي ويوقف، فقلت خلنا أجيبه هنا أضبط أموره أشوف ثابتة الحين إن شاء الله، يعني ثابتة إن شاء الله يبين. فقلت خلنا أجيبه هنا علشان أغطي الشغلات اللي أبله تغطية عن المطر، يعني اللي يخربها لي. يعني بصراحة جد استمتعت في الطريق كثير، والله حيل استمتعت. ها بدأت تمطر، أيوه بدأت تمطر، هذا اللي خايف منه. شوف الطبيعة، ذي الطبيعة ما نشوفها أنت يعني لما مريت على الشارع اليوم ما تشوف هالطبيعة صراحة، ما تشوف هالجمال ذا كله. هذا وصلنا يا لبة، هذا المدخل إن شاء الله مفتوح، ما أسمع صوت إزعاج ولا أسمع صوت أحد. يا سلام، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، يا سلام، مرحبا. هلا 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 بشيوخ، هلا بشيوخ، جايكم اعطوني بس ها حبه حبتين كذا وجايكم راح نسجل دخول. الله الحين باطب ان شاء الله بنموت. هاي ها are you gonna do it? Yeah, I'm actually scared. You ready? Yeah. بسم الله يلا نمشي. Good. Did you enjoy it? I did. Hard. You did my body. I'm done. والله بارد هاي. أنا كنت بكمل. طب تخوف. راحت النظارة. صحت النظارة. استفجاها. تفجح الفلة. ما شاء الله الشيخ توه طاب مع ولده. هلا والله الشعب الهندي فوق. هات يا الذبان، هات يا الذبان. ارحب ارحب ارحب. كفو. اي 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 جيت ready? It is cold. يلا بسم الله. الربا. وخلصنا جلساتنا، رحت نشفت ملابسي. ما في نشافة هنا بس محل لا غسلت يدينك، معي ما في نشاف في ذا الماكينة الحارة اللي تنشف يدينك، وعد حطيت ملابس. الله يسلمك. الأمريكان اللي جاوا وهم جايين على الطريق شافوني، طبعا هم جاوا قبلي. أول ما وقفت السيكل أشوف زحمة جاني ويصورون، قالوا لي شفناك ترى في سناب. تهي سناب؟ قال لي في سناب سناب أوكلاهوما، لأني كنت موجود. ولا على الطريق لا مره يشوفون سايكل ويصورون ويحطونه على السناب. هذا بده شوي باور، نمسك الخط كم ساعه كذا بعدها نريح الليله ان شاء الله. بصراحه شكرا للشرطه اللي مهتمين بالبارك نفسه، ما رضوا لي امشي في الطلع بالذات، ما رضوا لي اطلع لحالي، قالوا لي لازم احنا نكون قدامك وانت تمشي ورانا عشان لا أحد يجي ويضربني. فشكرا صراحة، المنطقة كانت مرة حلوة. أنا مثل ما قلت لكم أوريدي مسوي فلوج عليها، تقدرون تتابعون هالمنطقة كاملة. أنا بس اللي رحت سبحت وطلعت. زي ما أنتم شايفين كلها طلوع وتويلات يا لبة. صوت مزعج والله، صوت شارع العام مزعج مرة مزعج، بس شو أسوي؟ أرحم بكثير من طريق مزارع. والله كان صدامتي بعد. يلا نكمل. هذه الشارع
لون ماسكه بين هالخط الابيض وبين هالطلعه ذي. ف تريلات لما مرت من هنا تمر قريبه عندي حيل حيل، فبعض الاحيان يسرعوني وانا يعني من قوه الهواء اللي يمر وياهم يدفوني وياهم. لازم صراحه توقف المنظر تشوف هالمناظر العدله. الوضع زي ما انتم شايفين صعود 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 صعود. يا رجلي رجلي صراحة راحت فيها. هذه برضو جبل مشقوق سكين هالجبل متخرم والله من كل جهة. هذه نزلة نزول 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 ما شاء الله النزول طويل والطبيعة خلابة. يا سلام كم السرعة عندي كم السرعة لازم نحسب السرعة كم السرعة. يا مرحبا. كم وصلت؟ 50 كم من 50 دوز 52 53 54 دوز دوز دوز. يا سلام يا سلام 60 كمل كمل يا لف لف 60 يا سلام الكمل جاء. ما شاء الله الله وش هالزين ذا والله. الله الهواء يضرب يعني يضرب بس بارد كذا يبرد عليك. والله الاجواء الاجواء صدق صدق حلوه. تمشي بالسيكل سفر بالسيكل استخدام السيكل باختصار في اي محل مو شرط تسافر فيه اي محل صراحه يعني جد متعه. مهما كان عمرك كبير صغير سيكل للكل. يعني هنا بأمريكا ما شفت ولا عمر موقفين حتى الشيبان مرة يعني مرة مرة بالعكس أصلا الكبار في السن يستخدمون السيكل أكثر أكثر بكثير من الصغار. سبب يعني أن الركب والصحة هنا عندهم اعتقاد أن الرياضة تطول عمرك. هذا الخط اللي أنا فيه الحين مناسب مرة ونظيف. هلا مناسب مرة ونظيف يعني ما في كفرات ولا حصى الحصى اللي يجي صغير. الحصى ذا يتعبك حيل يعني ضربة واحدة قوية بس كفي ترجع الكفر. وش هالزعاج ما ادري والله اذا تسمعوني ولا لا بس شو اسوي بصراحة كان وقت قليل حيل. وقت قليل حيل وافقد الامل في اني احصل محطة لأن قريت لوحة مكتوب فيها بعد 100 كيلو راح أحصل محطة. حصلت محطة بس متى يعني بعد كم؟ توني حسبها يا شيخ. بعد 68.3 68 يعني 68.3 68 كيلو فاصلة ثلاثة حصلت محطة. بدخل بكل شيء بعبي لي المطرات لأنهم فضوا ما بقيت إلا ذي والماء اللي فيه حار. أنا قلت بوقف بسوي أندومي على الحار بس ما في الله ما في إلا الأندومي اللي توكل على السريع. ندخل لك الإشاعة على السريع بعدين نمشي. وجبة اليوم تونة مع شحونة خضراء. ما عندهم صراحة هنا حلول كثير فهذا كله تعب بس كله بروتين ذي لا تغرق. طبعا الكوكا أنا صار لي يمكن أكثر من سنتين ما شربت كوكا بس نصحوني فيه علشان سبب اني جالس امشي واحتاج سكر في جسمي. ف قلت ما لي لا شربه بعد شو اسوي؟ نعبرها بصراحه يعني لازم لازم نعدي اليوم. حلوه صراحه والله. فالحين الساعه تقريبا 7 لا هو وصل 7 بقي لي ساعة ونص على الغروب. فعشان كذا شريت سندويش وقلت يلا خلنا نتوكل واشوف كم موية اقطع او كم كيلو اقطع. نكمل مشوارنا وعلى الراحة. ما ظنتي اوصل اليوم يمكن بكرة في الليل اذا الله كتب راح نوصل جلس. حطيت سيكل
شفت لكم بقر مزرعة بقر ان شاء الله بينحشون. جيب بدأ بينحشون، ما ادري اذا تشوفونهم ولا لا. لا عاد لا تروحون. يمي بسم الله. والله الحيوانات اللي هنا، شوف شوف البقر يا لبي، ارحب يا ذبان. والله كلهم دزوا، كانوا هنا عند السور، كانوا هنا والله كلهم دزوا. بصراحه وانا امشي شفتهم، قلت ما يصير تمر يم هالبقر ولا توقف. قايل لك مال ان في ناس ترى ذول يفهمون اكثر. اخيرا شفت محطة. صراحة المشي في الليل جدا سيء، الحشرات كلها في وجهي، يعني بالذات اني مشغل النور على راسي وكلها جوا من وجهي، وزحمة فيها المحطة ذي حيل زحمة. فان شاء الله يرضون لي اخيم، لان بالشكل اللي موجود فيها سكرتية والسكرتي بيقول لك لا، فان شاء الله عاد يسمح لي حتى لو بفلوس، ان شاء الله يسمح لي اخيم الليله، لان ما في محل اصلا اخيم فيه. What's your name? Jordan. Jordan, what are you doing, Jordan? Oh geez, right now I'm hitchhiking up to Oregon. You're going up to Oregon, how? Oh, I'm gonna do by thumb. By thumb? Yes. Like you're gonna walk? Yeah, I'm gonna be walking along the freeways. As long as I'm walking and throwing my thumb out and people can see, hopefully they might pick me up. If they don't, so just left. So basically you're just throwing your thumbs up and somebody, whoever stopped, you jump in his car and they take you whatever. Or her car, you never know. Or her car. Yeah, because it's thumbs up, you know, like thumbs up. You know, it's like wherever I'm going. باختصار تأشيرة، هذا اللي يسمونها تأشيرة. قبلت what's your name again? Jordan. قبلت Jordan، أنا آسف نسيت اسمه. قبلت Jordan يمشي يسافر بالشنطة، بس عنده شنطة، ما عنده شيء غير هالشنطة وهالأغراض. هذه أغراضه كلهم. هذه كل الأغراض اللي جالس يسافر فيه. يعني بصراحة ما أدري كيف أشكر هالشيخ. أنا أول مرة أشوف واحد يسافر كذا، بس جالس يسافر بتأشيرة. يعني من منطقة where did you start? Oh geez, I'm starting right. Actually, I'm really starting right here in Texas. You started in Texas too, Oregon? Yes. Yeah, I'm starting here in Texas. To Oregon? Yes. Wow. Wow. So بيطلع من تكساس إلى أوريغون تأشيرة. هذه كم ولاية؟ والله ما أدري صراحة كم ولاية، بلي أشوفها بالجوجل ماب وأشوف شو يقول كم ولاية. بس بيطلع مشواره كلها على التأشيرة صراحة. يعني هو سوى هالشغلة علشان يقول إني أنا أبي أشوف من هو أنا، يعني كإنسان أبي أعرف ليه الناس جالسة تتابع، ليه الناس جالسة على جوالات، الناس جالسة تحكم عليك من ملبسك، من سيارتك، من البيت اللي انت فيه. هذا اللي استغربت والله العظيم انه قال لي هالكلام، مع ان انا اول ما شفت شكله قلت شكله فقير مقطع مسكين. واول ما شفته اول ما شافني جالس بحط بفرش الخيمه جاني قال لي شفت شكلك تسافر فيه؟ قلت له اي. وقام يسولف معي، دخل معي سواليف، والله دخل معي سواليف. But thank you so much, Jordan. I appreciate you. Thank you. Thank you. يلا خلونا نروح نحط الخيمة ونشوفكم ونكمل معكم إن شاء الله بكرة. مو بكرة، الحين بسوي لي أندومي صراحة، مشتهي عشاء. يلا سلام.